مثلا كنشوفوا ان السوق ديال سيدي بوعبيد مؤخرا مشاو انه عملوا اعاده الصيانه ديال ديك السوق والمحلات بسومه كرائيه ديال 100 درهم في 2024. هل يعقل ان اليوم بعد الصيانه وبعد التحديد ديالو واش يمكن ان المحلات التجاريه يمشيو بالثمن؟ هما خداو بعين الاعتبار بان الثمن كان قديم وبالتالي ما يمكنش لانه تنكري والجاني مسؤوليه لاعتبارات تاريخيه ديال الفضاء، خصوصا ان ديك الناس كانوا هذه واحد 30 40 عام في ديك الفضاء وبالتالي ما يمكنش تزيد لهم. والتداعيات ما يمكنناش تسمح لنا ان مدينه طنجه وهذا اشكال حقيقي اللي خصو يعرفوا المواطن مدينه طنجه، هو ان حجم الحركه التجاريه في المدينه لا يعكس حجم المداخل. علاش؟ بناء على التسومه الكرائيه اللي يعني يستحيل ونتاسف انها تكون ما كان استراتيجي. وفي هذا الوقت في 2024 احنا باقيين كريم ب 100 درهم.